طبعا عاوز اقول بامانه شديده اسم الاهلي بينور اي مكان طبعا يتحط عليه، طبعا بيبقى اضافه لي، خطوه على طريق الخطوه الاكبر اللي هو الحلم استاد الاهلي الكبير في ان شاء الله في زايد، طبعا خطوه مهمه جدا. استادات بامانه شديده يعني عملت نقله على المستوى الملاعب في الفتره السابقه، مظبوط. كونك بدات بالنادي الاهلي فدي دايما بدايه مع الكيان الاكبر والابرز والاكثر تتويجا، ودي حاجات بتبقى يعني بحسابات اخرى، يعني الاقدام على خطوات الشركات بيكون يبحث عن من يعني يديله يحطه في المكان العالي في المستوى الافضل. خطوه مهمه جدا لاستاد الاهلي والسلام، اتعمل فيه شكل مميز جدا. الاهلي طول عمره على مدار تاريخه وجمهوره نفسه من فترات كبيره جدا، من فتره الثمانينات يمكن بدات تطلع نغمه ان احنا نفسنا في استاد ونعمل ونجمع ونروح ونيجي، ولكن ايه مراحل مرت بيها. دي خطوه يتكون فيها وولد فيها الملعب الكبير ان شاء الله اللي هيكون في 6 اكتوبر. ملعب السلام تم تجديده بصوره افضل، وضع على غرار الانديه الانجليزيه او الاسبانيه والفرنسيه شكل مميز، بيديك بحس انك انت موجود في ملعبك وفي مكانك، ده شيء كويس جدا. اتمنى ان شاء الله يكون وش السعد على النادي الاهلي باذن الله تعالى، ان شاء الله وصول للمباراه النهائيه يتوج الجهد الكبير ان شاء الله يوم السبت امام الترجي التونسي ان شاء الله. استاذ عصام، الملعب رائع، يعني نجيله رائعه معتنين بها بشكل كبير جدا، حتى المقصوره تم تغيير الكراسي اللي كانت موجوده واصبحت الكراسي الجديده اللي موجوده دي، كل حاجه في سبيل راحه جمهور النادي الاهلي واعضاء مجلس ادارته ورئيس مجلس ادارته. هو منطقي جدا زي ما قال يعني اخويا محمود صبري، ان انت بتتكلم عن النادي الاهلي، بتتكلم عن شركات وطنيه من 2019 في الكان، الحقيقه بوش جامد جدا ان احنا نبقى نسخه دوليه حقيقيه. ايوه. اللي بيطبق دايما على مستوى المؤسسات بقى ان صح الوصف يعني دايما النادي الاهلي هو اللي حاجز يعني منطقه مؤسسيه، وبالتالي وانت بتعد الملعب بتنقله نقله عالميه، انت لعبت بره كابتن اسلام وشفت الملعب نفس الستاندر بنفس الطريقه، خلاص بقى مش مجرد ديكور كويس وارضاء، بالعكس. واحنا قبل ما ترجع من الملعب انت واحنا بنكلمك بس وانت في الطريق قلت لك انه الارضيه هي الاحدث، وانه اصلا اللي موجود ده هو ما يمكن ان يكون 100% تستحقه، الكره المصريه، النادي الاهلي، الشركات الوطنيه، وفي القلب منها طبعا استادات. نعم. انت النهارده بتقول احنا موجودين، كنا بنفرح وحضرتك فاكر في عهود سابقه ما بنبقى شبه الدنيا، احنا النهارده في عنوان مصر الجديده احنا نسخه دوليه حقيقيه. يبقى بقى ان عدوى هذه المؤسسيه بتاعت النادي الاهلي الحقيقه تنتشر بصراحه شديده. نعم. لان هذا هو ما سيحقق صناعه 100% تسعد الجمهور. كره القدم يا كابتن صناعه امن قومي وصناعه بهجه تدخل الفرحه ويعني وتدخل الربحيه وكل اللي انت عايزه قوله، عشان كده الدروبات اللي بتتعمل مطبات صناعيه للنادي الاهلي، لان هو اللي رايح يعني ايه عنده زي المهاجمين كده تارجت، يعني مهاجم تارجت عارف طريق العالميه، عارف طريق الدوليه. وبالتالي يبقى الشوط الثاني في مباراه الدور قبل النهائي وهي مباراه القاهره ان شاء الله، تحقق بقى بقيه المنظومه دي، ان يصعد النادي الاهلي في الموسم الثاني مدافعا عن لقبه، بطل القاره، نادي القرن، صاحب برونزيه العالم، ومن ثم العشرة يا أهلي خلاص قربت جدا، وهي الحاجة الحلوة اللي لعبت الأهلي زي ما خلعت هذا الذهب وأعطته للرجل اللي أعطى كثيرا ولا يتحدث أبدا بلغة فردية كابتن حمود الخطيب، هو نتاج عمل المجلس وعائلة الأهلي، وحضرتك كنت شاهد على البرنامج ومحمود شاهد على البرنامج، هو كمان النجوم الحمر لازم يخلعوا على اللاعبين فرحة العشرة يا أهلي الحقيقة يعني.